كنت أنا وأخي عيسى في الكتاب، وكنا نصارى على دين عيسى عليه وعلى نبينا السلام. وكان المعلم يعلم الصبيان، أب وابن وروح قدس. فكنت أعترض عليه وأقول بل أحد أحد، فيضربني المعلم على ذلك ضربا شديدا، حتى كان يوم ضربني فيه المعلم ضربا مبرحا. فهمت على وجهي يومها في بلاد الله الواسعة، فخاف علي أهلي كثيرا. وكانت أمي تقول: لئن رد الله علي ابني معروفا لأتبعنه على أي دين كان. ثم قدمت إليهم بعد سنين عدة، ففرحت أمي بلقائي كثيرا، ثم قالت لي: يا معروف، على أي دين أنت؟ فقلت: على دين الإسلام. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأسلمت أمي، ثم أسلم أبي وأخي عيسى، والحمد لله رب العالمين الذي من علي وعلى أهلي بنعمة الإيمان والإسلام.